جزاكم الله خيرا. هل هناك قاعدة فقهية تقول المباحات بالنيات تنقلب عبادات؟ القاعدة أو الكلمة المعروفة أن العادات بالنية تصير عبادات، وذلك إذا قصد الإنسان الاستعانة بالمباحات على طاعة الله تعالى. فالذي يتسحر ويأكل الطعام من أجل الصيام يكون طعامه وأكله عبادة، لأنه يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي ينام في النهار من أجل أن يقوم من الليل ويصلي، يستعين بالنوم في النهار وبالقيلولة على القيام في الليل، هذا يكون من العبادة. يكون النوم عبادة إذا نوامه الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى قيام الليل. مراد النوم الذي لا يؤثر على أداء الفرائض في مواقيتها، بل النوم الذي يكون في القيلولة مثلا أو في وقت من النهار لا يزاحم العبادة. نعم.